مرحبا يا خويا. عسلامة، مرحبا بيك. نتعرف عليك. أنا حمزة ولد باب سويقة. حمزة، نحكيو اليوم على الشباب التونسي في الفترة هذه، في السنوات هذه، كيفاش يشوف تونس؟ والله تونس صعيبة البريود هذية ديجا، بالأخص بعد الثورة زادت صعبة العيشة على الأخر. العبيد ما عادش نجم تعيش، برشا عبيد الأغلبية ما عادش نجم تعيش، كان اللي عندهم الفلوس عايشين، بلادنا قعدت باهية كان العبيد اللي عندهم الفلوس، خاطر كل شيء غالي، بعد الثورة ديجا كل شيء شعل فيه النار الأسوان. علاش الشاب التونسي اليوم يقول العيشة صعبت لهنا في تونس؟ العيشة صعبت، أنا قلت لك على خاطر بحكم كل شيء غالي. هي شنية العيشة؟ العيشة أنك تخدم تصرف تتفرهد تلبس تشري تعمل، ديجا باش تشد خدمة الشهرية باش تلقاها كان في اللازم في اللازم، في الماكلة ولا في الكريف الضو في واحد، تنجمش لا تتفرهد لا تتمتع. في بلادنا لازمك تخلص 5 ملايين في الشهر باش تنجم تعيش مرتاح، فهمت؟ أنت كيفاش تعيش؟ والله أنا مرة نخدم مرة ما نخدمش، فهمت؟ كي الشباب الكل هاني توا بطال الوقت الحالي بطال، فهمت؟ ناخو مصروف ساعات من عند أمي، ساعات جيني خدمة بارازار كي نهار زوز، وساعات شد خدمة بالشهر خدموك ما يعطيوكش حقك. علاش مرة تخدم مرة ما تخدمش؟ هل بخل سامحني في الكلمة أم الخدمة ما فماش؟ به مش حكاية بخل، هاي حكيت انه الخدم فما خدم موجوده، اما بار اكزومبل مثال يجي يقول لك تخدم 12 ساعه نعطيك 500,000 بار اكزومبل، وباش تلقى الوقت اكثر منهم يتعبك اكثر من حقك، فهمت؟ يعطيك اقل من حقك بياسر، ما توصلش انك باش تنجم تعمل حاجات تشري حاجات تكون تلم فلوس، ما تنجمش. طب بار اكزومبل واحد يخلص 600 في الشهر، 600 باش يفضل منهم ولا باش يخبي منهم؟ صعيب مستحيل، بالاخص الشباب توا يبدا عازب والكل هاو سبيدري هاو مريول هاو، تولي صعيبة، فهمت؟ علاش العباد تحب تحرق على الحاجات هذايا. انت شنو الخدمة اللي خدمتها مثلا؟ برشا حاجات احكي لي. السيرفور ريستوران، في قهوة، في بار، انا عندي ديبلوم تاع سيرفور ريستوراسيون، ونخدم كالبرمان مثلا دي كوكتيل حاجات هكاك، وخدمت في بيتزارية مثلا كونتواريست، خدمت ليفرور بموتور، خدمت زادة في بيتزارية نقد في البيتزا نعرف برشا برشا حاجات، تجارة زادة نمشي نجيب دبش ونجي من الجزائر من ليبيا الشقيقة ونبيع وكيكة، ديما كل مرة حاجة نخدم. تلقى حل معناكم باش ما تقعدش بطال وباش ما تسحق حد؟ ليه بتبيع نلقى حل، ديجا احنا ولاد الربط معناه ولاد باب سويقة نخلقوهم الفلوس والخدمة نخلقوها بالسيف، معناه معروفين تضرب الحيط لازمك تهبط الفلوس، وبالحلال بنقول لهم بالحلال جيبوا فلوسكم بالحلال. آخر مرة مشيت للجزائر وقتاش شنو جبت سلعة؟ والله انا عندي توا مديده ملي وقفت على الجزائر اخر مره وتعامناول اي مش عامناول وتعامناول 2022 اخر مره في اكتوبر اخر مره مشيت نجي في توسكي كوزميتيك مثلا لي شامبوان جيل دوش بارفانيات ولا لي مونطاسيون جينيرال نتاعهم هكا بار اكزومبل الجبونات الشوكولاته حاجه كيكة. علاش ما عاودتش رجعت؟ والله وقفت اخر مره كيكا كملت جاتني ظروف صرفت راس المال والكل، ومن بعد عاودت جات الفلوس دبرت راس المال اللي بردت عليها ولا عندي برشا ما مشيتش ورزنت شويه وليت المشيه، فهمت علاش؟ وذاك هو. ما انت عامل ريستوراسيون معناها كوم ديبلوميك تنجم تقدم وتسافر تلم شي فلوس وتسافر وين بار اكزومبل باش نسافر؟ باش يعطيوك فيزا؟ ما نتصورش صعيبه. قدمت على الفيزا انت؟ لا والله ما نكذبش عليك، لا ديجا حتى ما نخممش حتى اني باش نقدم عارف باش يرفضوها، نتصور هكايا معناها. علاش عارف؟ صعيبة خاطر لازم كي باش تمشي تصب فيزا لازم فما متطلبات، مثلا نورمالمون يبدا عندك كونت فيه 30 مليون بلوكي بار اكزومبل، فهمت؟ في بالي هكايا انا في فاست. فما دول عندك صنعة تقدم، فما بلايص تقدم فيهم بار اكزومبل وين مثلا السعودية فرنسا الخليج اصعب اليوم. اوروب نتصور صعيب، انا كالك لي كونترا ذوكم ونتصور بالفلوس فهمت غاليين نتصورهم، وكان كي رايحات العباد ما تحرقش راهي كلها تمشي تقدم فيزا وتقصد ربي، فهمت؟ جات في مخك الحرقه؟ والله جات في مخي، لا تجي في مخي واي واحد تجي في مخه، توا الشباب الكل حتى مش على الخدمه لا يحب يمشي يحوس يتفرهد يشوف، غاديكا تمشي تخدم يعطيوك حقك صحيح غاليه زاده غاديكا للعيشه، اما تنجم غاديكا تفضل حتى تبعث منهم شهريتك من غاديكا بالورو تاخوها تبعث منهم لداركم يوليو لك لهنا برشا، تبعث مثلا 500 اورو في الشهر يوليو لك لهنا 1.5 مليون، وتقعد هكاك مثلا انت تخلص في 2000 اورو
طبعا 500 يورو 1000 ونص غاديك تصرفهم، وهذوكم يقعدوا يتخبيوا لك مثلا تبعث لداركم يخبيوا لك، ومن بعد تلقى روحك كونت وسيو مثلا تعمل 10 سنين غاديك ومن بعد تهبط. اليوم انت خممت ما خممتش؟ قلت لي في الحركه وما تحبش خمم في الحرق. انا طول الوقت الحالي والله ليه ما نحبش نخمم فيها الحرقه، وماذا بيا ما نحرقش، ماذا بيا نمشي باوراقي بالفيزا نمشي جوي باهي، فهمت؟ عندك صحابك حرقوا؟ برشا احكي لي. برشا حرقوا، برشا صحابي ولاد حومتي عباد يقربوا لي من العائله، برشا اللي حرقوا اللي بالبحر يعني بالفلوكه اللي بالاوراق اللي، وكل واحد وكيفاش غادي هو زهر، واللي تمشي معاه اللي ما تمشيش معاه، اللي فهمت اللي يمشي يعمل الحرام غادي كيوح اللي يبيع الدروك تحت الحيط، فما اللي يمشي خدمه حليل بالكونترا ديجا من هنا، وكل واحد وكيفاش غادي هو تفكير التخمام نتاعو، فهمت؟ عندك جيرانك رجعوا ظروفهم ماديه تحسنت؟ والله فما اللي رجعوا ما ظروفهم مش محسنه، معناها اللي هبطوهم اكسبيرسي ظروفهم مش محسنه، خاطر يجيو غاديك على غفله اوبي هاي يخطفوه يهبطوه، فهمت؟ شكون اللي هبطوا سافا اللي غادي كمشي كون عرس وكل هبط معاه مرتو، هذوكم هما اللي كونوا اللي خدموا بالحليل غاديك، وش تقول يخدم بالدروغ راهو لازمو باش يجي نهار غاديك وباش تصير له حاجه معناها. فما اللي لطف مشى وما رجعش، ما وصلش من با وصل لغادي واخبار انقطعت. فما حتى المفقودين اللي خرجوا ما يعرفوش عليهم حتى لتوا وينهم، السافوار وصلوا ما وصلوش، كلاهم البحر غرقوا وماتوا ما يعرفوش عليهم، فهمت؟ والله في الحومه ما صارت لناش، معناها واحد مشى وتفقد اللي يمشي، ومعناها يا اما يوصل يا اما يرجعوه في وسط البحر، يا اما فهمت تصير له حاجه، اما واحد مفقود في الحومه ما صارتش، فهمت؟ اما في بلايص اخرين فما برشا يلوجوا على صغارهم تفقدوا، لا يعرفوهم لا موتى لا حيين الله اعلم. عندهم حق تو اليوم الشباب يجازف بحياته ويشق البحر واسافار يوصل ولا لا؟ والله باش يجازف انا نقول لك باش يخلي ميمته مسكينه مشويه عليه اللطف، يغرقش بيه الفلوك كما يقولوا هما الشقف، فهمت تصير لهم شي حاجه تقعد ميمته مسكينه مشويه. انا نحب نقول لهم الشباب سيب عليكم الحرقه في البحر، شوفوا دي كونترا نتاع خدم تطلعوا بيهم، شوفوا كيفاش تقدموا فيزا، تصرفوا اعملوا حاله كيكا تو باش تمشي تحرق الحرقه، اقل حرقه ب 10 ملايين 10 ملايين هكا تمشي تحل بهم مشروع لهنا وتقعد تحل حماس ولا اقل شيء، ذي 10 ملايين اقل شيء معناها حرقه بخلف مصروفه وكل، حط له باش 15 20 مليون باش يحرق، حتى عم بهم مشروع لهنا وانت مرتاح، فقاعد بحذا كميمتك تروح لداركم تبيت في فرشك. انا كي كنخمم اني هاني عايش نروح لدارنا نلقى ميمتي بحذايا يا فرشي مفروش، فهمت عشايا يا حاضر، وغاديك ماكش تلقاه الدليل هذايا باش تمشي غادي، يعني قلت لك باش تروح اللهم عندك شكون تعملي منه يديك، هو ولد امك وابوك يبدا خوك غاديك باش يقبلك شهر شهرين ويقول لك هاي اخرج عليا، هذا ولد امك وابوك، خلي باش تمشي تبحث صاحبك، يبدا ساعات واحد باش يحرق منه يقول لي ماشي بحث صاحبي، ودي نقول له تي خوك ولد امك وابوك ويطيش كما صاحبك، نقول صاحبك هو بيدو غاديك شوف ظروفه شناي، باش تزيد انت تمشي له وتسكن له ويصرف لك ويعمل لك، ليه لازمك تمشي العبد مالي منه يديك بالقدي بالقدي، نتاع مثلا خالتك عمك حاجه نتاع مالي منها يديك عايشك.